مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، ويوم جديد من أيام البيت الكبير، حلقة آخر الأسبوع. وزي ما احنا متعودين دايما بنتكلم في كل الأخبار، بنحاول نغطي كل الأخبار والكواليس على الساحة الرياضية في مصر من خلال طبعا أخبارنا، ومن خلال كمان إن شاء الله الملفات اللي هنفتحها مع ضيوفنا الموجودين النهاردة معنا في البيت الكبير. مساء الخير يا سهام. مساء النور كابتن هاني، مساء الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير عليكم جميعا. حلقة جديدة، حلقة آخر الأسبوع من البيت الكبير، إن شاء الله تستمتعوا معنا على مدار 3 ساعات. قبل ما ننوه عن ضيوفنا النهاردة اللي مشرفنا، عايز أقول لحضراتكم تاني كل سنة وانتم طيبين. إحنا في شهر أكتوبر، يعني شهر الانتصار، بنحتفل مع حضراتكم على مدار شهر كامل بيوم العزة والكرامة واسترداد الأرض مرة تانية. علشان كده النهاردة وإحنا في حلقة يوم الخميس، حبينا إن إحنا نحتفل بهذا اليوم على طريقتنا الخاصة من خلال قناة النادي الأهلي، مش هقول من خلال البيت الكبير. قناة النادي الأهلي عاملة أغنية حلوة قوي، بصوت حلو قوي، صوت افتكر الناس كلها بتحبه على فكره، هو صوت اهلاوي. ياسمين علي اللي قاعده بتتفرج علينا دلوقتي، ياسمين عامله اغنيه حلوه قوي لمصر اسمها مصر بلدي، دي من انتاج القناه هنا، قناه النادي الاهلي. النهارده بنحتفل معاكم على طريقتنا الخاصة في القناة باليوم العظيم ده، وإحنا طبعا الشعب المصري النهاردة معيد على حس اليوم، على حس الشهر، يعني على حس أكتوبر ونصر. صحيح. أكتوبر دايما شهر أكتوبر كده، دايما شهر أكتوبر بيكون شهر أعياد، وشهر بنرجع فيه تاني لذكريات الانتصار وذكريات زي ما أنا بقول دايما موجود عدم المستحيل. يعني الشعب المصري دوت شعب عظيم بيستحق كل خير، وأمجاد أكتوبر وحرب أكتوبر بترجعنا تاني لذكريات بنحس فيها بالتحدي، ونحس قد إيه إن الشعب المصري قادر، طالما عايزين حاجة بنقدر نعملها. وزي ما سهام بتقول النهاردة قناة النادي الأهلي والنادي الأهلي بيهدي الأغنية ديت، مش يعني بنهديها لشعب مصر كله، بنهديها طبعاً لكل واحد، لكل شهيد ولكل جندي ولكل ضابط ولكل أفراد الشعب المصري، لأنها كانت ملحمة شعبية. حرب أكتوبر ما كانتش بس الشعب الجيش المصري، لا، احنا دايما بنقول ان ملحمة أكتوبر هي ملحمة شعبية كبيرة جدا، يعني كل الناس يعني كانت على يعني متماسكين بشكل كبير جدا، كانت ظروف صعبة جدا. وزي ما بقول واتكلمت مع ضيوفنا وكان معانا 2 من أبطال حرب أكتوبر، ان فعلا دي يعني احنا قلنا ما فيش حاجة اسمها مستحيل، واحنا لما بنحب نعمل حاجة ما فيش حاجة بتقف قدامنا. الأغنية دي إهداء لكل شعب مصر، وإهداء لكل شهدائنا، شهداء القوات المسلحة وشهدائنا في الشرطة اللي بيستشهدوا من ساعة ما، يعني من ساعة ما ربنا خلق مصر، يعني وإحنا دايما مصر بتقدم شهدائها. فالأغنية ديت لكل الناس اللي بتتفرج علينا وكل شهدائنا اللي بيضحوا لحد اللحظة دي، لحد اللحظة دي، مش بس في 73 ومش بس في 67، لكل شهدائنا الحقيقة اللي دايما مصر بتقدمهم. فهنروح نستمتع بصوت ياسمين. ياسمين الحقيقة اللي أنا بحب صوتها جدا جدا، دايما أقول إيه، في مطربين كده بيحلوا الأغنية، يعني في كلام بيتعمل، في الألحان بتتعمل كويسة جدا، بس في مطرب أو مطربة بتحل الأغنية. شيرين واحدة منهم، وياسمين علي واحدة منهم برضو. فنروح نستمتع بأغنية مصر بلدي ونرجع مرة تانية في البيت الكبير. مصر بلدي، مصر رب الكون حميها، يا ابن بلدي الأرض دي حافظ عليها. مصر بلدي، مصر رب الكون حميها، يا ابن بلدي الأرض دي حافظ عليها. احمي وابني مصر أمانة بين إيديك، بص يا ابني ترابها كحل بيها عينيك. مصر دارك مش هتلقى غيرها دار، خلي بالك عيش مفتح للنهار. شيل سلاحك يخافوا أعداء السلام، افتح عيونك
حلقة وتنام. مصر مطمع، مصر حلوة في كل عين، مصر أقوى من اللي فيها طمعانين. مصر مطمع، مصر حلوة في كل عين، مصر أقوى من اللي فيها طمعانين. ربك ذكرها ادخلوها آمنين. مصر بقية رغم أنف الحاقدين، شوف ولادها حبهم عدى الحدود، شوف جنودها، شوف شجاعة الأسود. حب صافي للوطن من غير شروط، والعقيدة يا ننصر الحق يا إما نموت، والعقيدة يا ننصر الحق يا إما نموت.